السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش مبروكه بالصحه والسلامه؟ ايوا جيت دغيا لقيتها ديال الغداء ديالي باش نرجع للخدمه ان شاء الله، ودرت واحد الطيطه مشرمله خطيره بالزربه. انا غنحطها لكم تشوفوها معايا، كتجي لذيذه. ايوا شكرا امينه. صراحه وشوينا قطيبات ثم مالي الخير، وكنتمنى تعجبكم البطيطه مشرمله ديالنا وبصحه والراحه. وعواشر مبروكه ان شاء الله بصحه والسلامه ورمضان كريم. وبغيت نقول لكم في نفس الوقت راه مازال ان شاء الله تشوفوا معايا شهيوات رمضانيه اللي هي كتشهي الصراحه، وكنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله باذن الله.